من الأخبار، المركزي 50% نسبة مخزون الأوراق المالية. كشف محافظ البنك المركزي يحيى جنقول عن تحسن موقف السيولة وعن توفر مخزون من الأوراق المالية بلغت نسبته 50%، مؤكدا أن الإيداع المصرفي عاد إلى حالته الطبيعية عقب اتباع منهج تدريجي ابتدره البنك المركزي في الفترة من أبريل وحتى أغسطس من العام الجاري. ووصف منهج المعالجات السريعة التي كانت تتبع من قبل لحل أزمة الأوراق النقدية بأنه يحدث تحسنا ولكنه يتسبب في إشكالية، وأن المركزي تدرج في المعالجة وراقب فرق السعر بين الشيك والكاش كل يوم إلى أن بلغت نسبته 4%. وقال إن بنك السودان المركزي يعكف على مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل تمشيا مع السياسات الاقتصادية الجديدة والمواكبة لمتطلبات حركة التغيير. نعم، يمكن هو فعلا يعني المخزون واضح، لانه الانسان بقى مش بنك تطلب بس، الناس بقت لما تقول لي حد اديك كاش وحول لي في حسابي بقول لك لا ما داير كاش، ما خلاص الكاش بقى مضمون في البنك يعني. يلا دي حاجه الله يجيب القروش ذات ما كانت في شفقه يعني، اي زول داير ياخذ قروش وجمه، لكن بعد ما عادت الثقه مفروض بنك السودان اولا يتخلى عن كثير من الصلاحيات التي لا تخص بنك السودان. بنك السودان هو المسؤول عن السياسة النقدية في البلد، لأنه نحن حتى في السياسة النقدية محتاجين لأشياء كثيرة، من ضمنها أولا بنك السودان بعد ما الناس خلاص شوية كده أخذت نفس في الكاش يجب أن يدخل ويخطط لمكنكة التعامل، يعني رجع التعامل بالبطاقات وعلى سنه في النهايه دي الاضمن والاحرز، وانت ممكن تاخذ ضريبتك من التعامل بالبنك اسهل واحفظ وامن. انا بفتكر انه حقه يبدو فيها طوالي طالما الان استوى عند الناس، بل بدوا الناس ثانيه يرجعوا سوا. الجانب الثاني اصلاح البنوك نفسها يعني، وده الناس منتظرين انه مساله اصلاح البنوك، وليس بالضروره يعني انه في مشاكل كثيره جدا في البنوك وفي خروقات وفي البراكتس اوف بانكينج بقت ما موجوده ذاته، يعني ما في قاعده الان تدير هذه البنوك. واظن انه من ضمن ال 200 يوم اللي حددتها الحكومه الانتقاليه هي اصلاح المصارف يعني قطاع المصرف يعني فكره الدفع الالكتروني. بس في موقف كده طبعا واقف ليه لو ما حكيته يعني بتحس انه حصلت رده في عدد من المؤسسات، من ضمن مثلا مجمعات خدمات الجمهور يعني تحديدا المجمع الخرطوم الجنوبي اللي هو بتاع القسم الجنوبي. يعني فتره من الفترات في النظام البايد كانت عملت حمله كبيره جدا انه كل المعاملات في مجمعات الجمهور الكترونيه، حتى انت لو كنت شايل كاش لن تفتش لك زول عنده بطاقه. كان عندي جرافه مشيت يعني شايل البطاقه واثق انه خلاص انا لو ما معي كاش بالبطاقه، الكلام ده يعني هذه الايام. فتفاجأت انه يعني الموظفين بيتعاملوا عقب مزاجهم، يعني هو بيقطع لك الايصال بناء على رغبته هو، يعني هل بعدك انت عندك كاش ما عندك كاش دي مشكلتك انت، بيقطع لك ايصال يقول لك والله يا اخي احنا ما حنشتغل بالبطاقه يعني، وده نظام السيستم موجود. يعني مثل هذه الامور اللي حدثت تاثير شنو برضه على ثقه المواطن مره ثانيه؟ يعني خلاص سقط النظام السابق، لكن هل سقطت معاه يعني اشكال تعاملاتنا والافكار اللي كان ممكن هي تكون يعني تخدم المواطن بشكل كبير؟ لم تسقط، والعقليه بتاعتنا القاعده هي نفسها، ذهب نظام وياتي نظام وياتي اخر غيره. ولو لاحظت انه منذ حتى في النظام السابق لما بدا يطرح اعلاميا ويضغط في اتجاه استخدام الدفع الالكتروني، القطاع الخاص تجاوب بصوره كبيره جدا جدا، تجاوب بصوره كبيره، لكن الحكومه التجاوب بتاعها كان شبه زيرو. حتى لما شعروا الاعلام بيطرق على انه الحكومه تجاوبت اهو دخلوها في المجمعات خدمات الجمهور هاي لوحدها، وحتى دي ذاتها دخلت كانت منذ ذلك الوقت هي مزاجيه، يمكن مره يقول لك لا كاش مره كذا مره كذا. فنتمنى انه الدفع الالكتروني تبادر الحكومه وتسبق الناس فيه، لانه انت لو ما بقيت قدوه يعني مو يعني حتى الوقت ده كانوا الناس سووا يتكلموا عن انه الكهرباء، كان رئيس الوزراء من الكهرباء وقالوا له حتى الكهرباء لسه بياخذوا كاش. فنتمنى انه الان في الحكومه الانتقاليه تبادر بالدفع الالكتروني في الحكومه صحيح، حتى القطاع الخاص لانه بحل كثير من الاشكالات، بحل كثير فعلا. طيب في خبر وردنا الان من زملاء في كنترول انه الناطق الرسمي باسم الجبهه الثوريه صرح انه مفاوضات 21 من نوفمبر قائمه في موعدها ما لم يطرا جديد. يعني كيف تأثير هذا الخبر على الساحة السياسية الآن؟ مطمئن؟
نعم 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 هو ما حدث بالنسبة لما حدث في بورسودان هو احتكاك لا علاقة له بالحكومة ولا علاقة له بالأطراف، هو احتكاك جماهيري قاعد يحدث أصلا وسيحدث حتى في الانتخابات، وحدث حتى في فترات في سابقة في الستينات وكذا كذا. دائما حينما تكون السياسة تمارس على أساس قبلي وكذا، ونتمنى يعني حتى السودانيين بينتظروا نتائج كبيرة جدا لمفاوضات جوبا القادمة إن شاء الله. احنا شكرا لك كثير جدا استاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع شروق نت لاهم تحليل الاخبار الوارده صباحنا اليوم على الموقع. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. كثر خير.